معلومات صحية مفيدة. إسبيتار مع خديجة علي على الفجيرة اف ام، وكونوا بصحة وعافية. مرحبا مستمعينا ومتابعينا في برنامج إسبيتار، راح أكون وياكم أنا خديجة علي وضيفنا الدكتور حسام الشيخ أخصائي باطنية وسكر، وراح يتحدث الدكتور اليوم عن المرضى المصابين بقصور في وظائف الكلى. بداية نرحب فيك دكتور حسام ونسألك كيف الصحة؟ أهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله. دكتور خلنا نتحدث عن المرضى المصابين بقصور في وظائف الكلى، وهل باستطاعتهم الصيام في شهر رمضان المبارك؟ أهلا وسهلا بحضراتكم. إحنا عندنا المرضى اللي هم بيشتكوا من وظائف أو خلل في وظائف الكلى، دول بيبقوا قسمين غالبا، في قسم بسيط وده ما فيش عنده مشكلة، وده طبعا بيبقى عارف بالنسبة للتحاليل الدورية اللي هو بيعملها وظائف الكلى. لو مجرد قصور بسيط ما فيش فيه مشكلة مع زيادة في نسبة الأملاح أو كده، ده ممكن يصوم برضو بمحاذير، يعني إن هو يحاول انه يكتر من شرب المية وشرب السوائل، ويحاول يبعد عن الملح والبروتينات الزيادة، لان ده كله برضو بيأثر على وظائف الكلى. يحاول ان دايما الفترة اللي هي فترة الفطار انه زي ما بقول لحضرتك يشرب مية كتير، لان دي مهمة بالنسبة للمحافظة على وظائف الكلى. اما الجزء الاخر من المرضى اللي هو بيشتكي من قصور شديد في وظائف الكلى، أو وخصوصا قصور متزامن مع مرض السكري، أو مريض عنده بيعمل غسيل كلوي كل مثلا 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع، أو مريض عمل زرع كلى في أول سنة، أنصح أن المجموعة دي من المرضى يعني يفضل أنه ما يصومش، يعني ده هيبقى فيه خطورة عليه أو خطورة على وظائف الكلى أنها تتأثر بفترة الصيام. عموما مريض الكلى لو هو زي ما قلنا ان هو بسيط، انصحه بالاقصار من شرب الميه وشرب السوائل، والابتعاد عن الملح والبروتينات بقدر الامكان. غير كده ما فيش اي مشكله خالص انه هيكمل صيام، وان شاء الله يبقوا الامور تحت السيطره بالنسبه له، ما فيش اي مشكله باذن الله. باذن الله نتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا دكتور حسام، وصلنا الى ختام برنامج إسبيتار. كنت معكم انا خديجه علي وضيفنا الدكتور حسام الشيخ اخصائي باطنيه وسكر. نلتقيكم غدا بنفس التوقيت في امان الله. معلومات صحيه مفيده. إسبيتار مع خديجه علي على الفجيره اف ام، وكونوا بصحه وعافيه.